ايه ده؟ انت لسه صاحي؟ ما نمتش ليه؟ مش قلت لك نام؟ ما انا قلت استناك. انت كويس؟ كويس، بس انت لا. لا يا حبيبي انا كويس وزي الفل. النهارده بس كان يوم صعب شويه واللي عمله صابر الممرض ده كان شيء غير متوقع بالنسبه لي، بس انا كويس. لا يا شيخ، اطمنت انا بقى. بص، انا جه في بالي حاجه كده ممكن تساعدك. تساعدني في ايه؟ هيكون في نوح الشواف اللي قالب حالك، انت مش عايز تشتغل معاه؟ طبعا عايز اشتغل معاه. خلاص، اولا تخف الزن شوية على محمود، بس ما تحسسوش انك شلت الموضوع من دماغك. واللي ممكن يساعدك بجد انك تروح تتكلم مع مرات طارق علواني الله يرحمه. دكتورة همت؟ انا مش فاكر اسمها، بس المهم انك تروح تكلمها. أنا كنت شفتها كذا مرة، كانت بتيجي لطارق قبل الحادثة، بس بس إيه؟ طب خش أنت نام مرتاح، وأنا الصبح هقول لك هعمل إيه.